والشربة أهوى، الحوت أهوى، كف التاجي أهوى، الحلو أهوى، والزيت أهوى، هذا المطلوب. يا اهلا بينا، مرحبا بكم في حلقه جديده من شهوه رمضان. شنو شهي اليوم زعما؟ شنو الشهوات اللي شهيتهم اليوم؟ الحقيقه تو باش نوليو نضربوا عصفورين بحجره. قولوا لي علاش؟ على خاطر رمضان قريب يوفى، العيد قريب يجي، دونك الشهوه لازمها تكون حلو رمضان. يا رب حلو العيد، حلو العيد ومع حاجه سالي والسالي مش شدني برشا وقت خاطر باش نتلهي شنعمل حلو العيد. دونك اليوم قلت اش قولكم كان نعملوا مقروض غوفيزيتي ومعاه باش نعملوا حاجه خفيفه هكايا اللي هي كريب سالي. دونك هذوما زوز الشهوات اللي اليوم باش نجربوهم. سورتو ركزوا معايا في المقروض خاطر حاجه ياسر مزيانه. يلا نبداو. من ابن المقروض ومن انجح الروسيتات، الروسيت هذه نتاع تنويشه جربت قبل عجبني، وليت ديما نعملو اون بلوس بريزونطابل على الاخر باش نوريكم المول كيفاش هكا تنجموا تعملوها. والكل الفورمه هبال هبال هبال. دونك اول حاجه باش نبداو بها هي باش نحضروا البات اللي هو الحشو نتاع المقروض. دونك هوني عندي ما خذيتش بات حاضره نتاع دقله، عندي كعبات دقله هذيا نظفتهم ركحت لهم امورهم الكل، عندي شويه فيكيا اللي عندكم معناتها موجود عندكم ومتوفر، وعندنا حاجه اخرى اللي هي القرفه. القرفه راهو تبنن 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 على الاخر. دونك هذوما لي زانغريديون نتاعي تويكا باش نجي ناخذ عندي كيف العاده اكل اشواغ نتاعي، نحط الكونتيتي باهيه نتاع الدقله هذيك، وهذوما توا باش نعجنوهم باش نرحيوهم. دونك هنايا عندي مقدار 70 غرام نوازيت محمره في الفور باش نزيدها للدقله نتاعي المحمر، قشرناها وامورها واضحه. وعندي زاده كيف كيف بيستاش باش نحط شويه شويه بركة على اللون، اما حطيت اكثر كونتيتي نتاع نوازيت ما حطيتش بيستاش اكثر. هذوما زاده باش توا مش نكبر نعملوهم. نجم نحطو كاكاويه راهو، نجم نحطو كاكاويه والا حتى نحطو جلجلين زيد يبنن على الاخر. الدقله حضرناها، دونك هوني باش نجي نحط شويه زيت في يديا ندخلها الكل في وسط بعضها هكا باش نبدا نعمل كعبورات صغار. دونك الكعبورات هذوكم باش نعمل بيهم البات نتاعي. فوالا ناخو شوية ونبدا نهز بشوية بشوية نعمل كعبورات. فوالا دونك توا تنجمو هنايا توزنوهم حتى بالميزان، كل وحدة تبدا 10 غرامات هكاك ولا حتى أقل 8 غرامات باش يجيو كلهم كيف بعضهم. دونك أنا توا قعدت هكا بالعين، أنا توا عينك ميزانك توا. كما قلت لكم حطيت راهو كونتيتي كبيرة، مش كبيرة، مع 70 غرام نوازيت والبيستاج جوست على الكولور راهو خاطر يعطي كولور ياسر مزيانه. بعد كي تقص كعبه المقروض تجي ياسر ياسر حلو. ما تنساوش رشه الكانيل راهو، القرفه حطوا شويه بالحق تفوح بالكتاب الكتاب. وتوا نتعداو للبات نتاعنا شنو باش نحطوا. هوني عندنا الفارينه باش نعملوا الفارينه باش نعملوا سميد ارطب وسميد متوسط، لازم الثلاثه هذوما خاطر كي باش نعملوا سميد كهو البات نتاعنا ما تشدش روحها بالكدا، دونك هذه فيها اكثر جلوتين وتشد روحها الفارينه. دونك باش نحطوا فارينه كالعاده، نكتبوا لكم لي زانغريديون كل بحذايا هنايا باش نتوما من بعد كي تجربوها، ولازم الدوزاج كما احنا قلناه متفاهمين ولا ايه. دونك حطينا فارينة حطينا سميد ارطب وتوا شويه مقدار 50 غرام سميد متوسط. دونك هذوما باش نلموهم ببعضهم نزيدو لهم شويه ملح وباش نزيدو نحطو معاها شويه قرفه شويه برك. هذوما نخلطوهم كلهم مع بعضهم. توا باش نبسوهم بشويه جديده باش نذوبو الجديده نتاعنا، ومن بعد باش نزيدوهم شويه زيت، نص زيت ونص جديده. هذايا 50 غرام جديده باش نذوبها ونرجع. هوني سخنت الماء باش نحط مقدار 70 لا 150 يا ربي، هذا لازم 150 ماء. انا هوني جديده اللي ذوبناها نحطوها
خم بثبتوها ساعة توا بالريحد وبعد وهذه باش نحطو 70 مليلتر. البات باش نلموها بيدينا، بعد نحطو الماء ونبداو نلمو فيها، ما تستحقش عجنين برشا راه كيما البات سابلي. جست هوني باش ندخل باش تولي كلها مندية بالماتيغ غراس. باهي خل نزيدوها هوني مغرفتين هكاكا عطر شاي، حطينا كل شيء عطر شاي تبدل الدنيا الكل، ديجا ريحتها فيح. ولدي زيد معانا وحدنا حسيت تويكا باش نبدا نصب في الماء ونلم بنت تلمني البات نتاعي، ما نحطوش كميه كبيره من اللو. هوني باش ناخذ شويه ماء شويه ماء باش نحط فيه الكركم باش يعطينا كالكولور الصفراء محلية هذيك تعجبني نتاع المقلوص. خلطوهم الكل مع بعضهم بيان سور، انا ما لبستش غون توا باش نفسدو فيرني نتاعي باش يفسد لي، اما ما يسالش كل يهون من اجل عيون شكون ما نعرف. هذه الكولور المزيانه اللي لوج عليها، ديما حلو الكركم في الماء قبل ما تحطوها. فوالا لميناها البات نتاعنا توا بالكدي بالكدي، باش نحطوها توا في شويه سيلوفان خليوها ترتاح شويه ومن بعد نرجعوا لها باش نطيبوا المقلوض نتاعنا. البات نتاعنا ارتاحت، دونك توا باش نشكلوهم كعبيت العجينه نتاعنا باش نشكلوها باش نعملوها هكا دي بولات كيما عملنا التمر فاخس، اما هما يبداو اكبر. فوالا جست بعد نغطيو عليهم باش ما يشيحوش، معناتها ما يعملوش هكا الكروت من فوق. النجم وشفت حتى البات مره جربتها كيما المعمول نتاع الشرقيين اللي يعملوه، حطيت فيها هيل مرحيه وحطيت فيها نواد موسكات، بنينه بنينه على الاخر. عملت خلطه هكا فيها البهارات هذوما الكل وعملت بها المقروط جي في وحب القديب القديزت. دونك كانكم هبطتوا باش تقضيوا والكل من عند اللي بيع في اللفاحات، خذوا كان لقيتوا شويه هيل مرحيه وخذوا معاها، تنجموا تحطوا معاها زاده قشور البرقدين، تنجموا تحطوا معاها كما قلت لكم القرفه، احنا اليوم حطينا القرفه. دونك توا باش ناخذوا المول نتاعنا اللي باش نشكلوا به المقروف. هوني عندي مول خديته من مرشي اريانا شيخ علي مستحفظ عليه، تمشيو غاديك تلقاو مغاره علي بابا تلقاو فيه الدنيا الكل. هو جينيرالمون يعملوا بها المعمول يعملوا بها الغريبه، دونك اليوم احنا باش نعملوا بها المقروض. يلا سهله برشا هذه الروسيت، راهو سهله واسهل ما كان يقص وحط ودرشني. نجي هوني ما كعبرناهم كعبيت البات نتاعنا، نجي ونحلوها. بعد ما نحلوها باش ناخذوا كعبوره ما كدقله اللي عملناها ونحطوها في الوسط ونبداو نلمو في البات نتاعنا. داكل البات تتلم نلمو البلايص الكل ما نخليو فيها حتى فلته. نجي هنايا نعمل هكا المول، نحط البات نتاعي، بعد نحط اللوطه ونعمل الفورمه. كي تاخو هي الفورمه من بعد جست نعمل لها هكا وتخرج تشره شو محليها جيت. ونتعداو للي من بعدها. شكلنا المقروض نتاعنا، توا باش نقليوهم بزيت جديده. جاو منظرهم ياسر مزيان ياسر شباب. يلا نبداو تويكا نقليو الكعبات نتاعنا او كبتاو يبقبقو يعملوا في الصوت مزيان تهم الكل. لازمهم يبداو غارقين راهو في الزيت، مش تقلبوهم معناه. نزلقها هكا هوني، بعدها نزلق كعبة الأخرى. كعيبات المقروض نتاعنا يشر، هو تويكا قاعدة نعمل في الشحور نشحر فيهم، لازم يغطسوا في الشحور بالكدا. الشحور لازم يكون عاقد شوية. منظرهم ياسر 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 مزيان. شفتوا المقروض لازم هو سخونة كيكا يتحط في الشحور، والشحور لازم يكون عاقد شوية، ما لازمش يكون سائل كيما الحلويات الشرقية والكل. لازمنا نحطو شحور راهو على خاطر ما حطيناش سكر وماهوش حلو، معناتها البات ماهيش حلوه ما حطيناش فيها السكر، دونك هذاك باش تعطينا الحلاوه من برا نتاع الوجه. باهي نتفقدو كعيباتنا الاخرين، نزيلو شويه ديكو يكملوا باش نشحروهم هما زيد محلازينهم وما بنزينهم. توا باش نحطهم على البريزونطاسيون تاعي، قلت لكم تبعوني تربحوني مالك كم تبعوا الرسيت راهي هبال هبال. شوفوا المقروض كيفاه اماد الشه الشه الشه. انا راه وريتكم شويه معناتها الكونتيتي، دونك انتوما شنو تنجموا تعملوا. شفت كيف باش تعملوا حلو العيد وكل شيء، نجموا الكونتيتي هذيك تعملوها فوا 3. هذو توا نجموا نحطوا فيهم هكا شويه فستق من فوق، نعملوا كعبه بكعبه
حطيتهم زي ما هما، الاخرين نجمو نحطو فيهم شويه لوز، والا ناخذ كشوش ورد هكا نفركو هكا ونحطوهم فوق. ايش قولكم في المقروض متاع تنويشه، ينجح ولا ليه؟ نحبكم تجربوا الرسات وتعطيوني رايكم فيها، على خاطر هكا تشوفوا هو المنظر يحكي وحده، انا مانيش نقول حتى كلمه. الزين والعين تاع المقروض متاع تنويشه، على هذاك نقول لكم جربوا الرسات ماكمش باش تندموا حتى طرف. من بعد ما حلينا توا باش نملحوا باش بالكريب سالي من عند تنويشه. باش نعملوا كريب المره هذه ما غير عظم، اي ما غير عظم، باش نعملوا كريب سهله بنينه، مش لازم العظم، نقصوا شويه من العظم ونبداو في الرسات. باش نبداو بالبات. البات شنو فيه؟ زوز كيسين فرينه، عليهم زوز كيسين حليب، معاهم شويه سكر مقدار مغرفه صغيره، ومعاهم زيت باش نبدلوا العظم باش نحطوا في بلاصته الخل. هذوما الكل باش نزيدوهم بيان سور شويه ملح. كيما قلت لكم اعز حاجه كي تدوزيو كل شيء قبل ما تبداو الرسات نتاعكم، تشوفوا قداش تحسوها سهله مهله في ساعه في ساعه تتعمل. هنايا باش ناخذوا مقدار مغرفتين كبار جديده باش نذوبوها ونزيدوها للبات نتاعنا. ذوبنا جديده وتويكا باش نحطوها مع البريباراسيون هذيك، والكل هذا باش نحطوه يتركز الكل مع بعض. توا كان عندكم هكا شويه قعدت في الحراف ولا جنيب، نحاولوا نحطوا الكل في البات باش ما تقعدش عندنا فرينه شايحه. سي بون، البات نتاعنا حضرت تويكا، باش نخليوها ترتاح 10 دقائق 15 دقيقه ونبداو نعملوا الكريب نتاعنا. باه اليوم انا الكريب نتاعي ليزي ما غير عظم، ليزي باش نجرب معاكم، مش باش نجرب، انا جربتها معناتها وخذيتها وكل شيء، اللي هي الكريبيه غذائيه سهله مهله بالحق، كان جيت قدامكم خذوها تربحوها. باه هنا عندي تنوريكم كيفاش نستعملوها باش هكاك تقتنعوا بها. هي كي تشريوها تلقاو معاها صحن يجيكم حاضر بيش وفوي زيدا صغيرو. حطيت شويه جديده حطيتوها كيفاش جست توا، خليها تزيد تسخن شويه، خليوها تشيح شويه هكايا من بعد نحيوها. فوالا نجيو هنايا كي تبدا تشيح على جنيب نحاول نحيها هكا على جنيب باش انا نجي نهز. فوالا وهذيا الكعبه الاولى كملناه، نكملوا الكعبة الثانية. استنيوا حتى كشي تشد روحها كي تيبس هكا شوية في الجناب، وقتها احنا نحيو. توا باش نجيب ونحيوها. فوالا، باش تقولوا لي يا تنويشة وين التونو القديمة، اش بيك جايب بالتونو جديدة، مسختها بالكريب الله غالب. دونك هنايا توا باش نكملوا الفخس نتاعنا نتاع الكريب. هنايا عندي شوية فلفل شوية بصل شوية معدنوس، سوتيتو شوية وهاني حطيتو هوني خليتهم يبردو، وتوا باش نزيدهم شوية تون. اسمع، بنت الكريب بالتون، ارجو ليا بنت الكريب بالتون، نحكي على السالير. هنا باش نزيدها فخوماج بريزيدون لو كويستو الأحمر، ما تفهمنا الأزرق يمشي مع الحلو، الأحمر يمشي مع المالح. باش ناخو طبق ونحطو مع أكل فاخس اللي باش نعمل بيها الكريب، نرفسهم هوني. زيد قعد لي شويه موتزاريلا يا اخي، قلت غنزيدهم للبريباراسيون تاعي. حطوا شويه فلفل اكحل باش نزيدوها شويه هريسه نتاع صبر، حطوا لها مقدار مغرفه صغيره باش نخلطوها مع البريباراسيون. توا باش ناخذ كعبه الكريب نتاعي، الكريب وريتكم بالكريبيه هذيك وعملت كعبه اخرى، دونك توا بعد نتوما تختاروا. نجيو هوني كعبه الكريب نتاعنا كما قلت لكم، راهو انا وريتكم هذيك خط فرحانه بها وكل شيء، انتم تنجموا تعملوا في هذيك والا تعملوا في القليه نورمال معناتها كريبيه. بي انا هوني تويك عندي كعبه الكريب عملتها كيما البريكه هكايا سور دو. بعد باش نجي ونحط الفاخس نتاعي باش نحطه في الوسط. فوالا، من بعد باش نجي نقلب هذه هوني وذي نعملوا لها هكا ريتوها كيفاش، وتوا باش نطيبوها وكجبن هذاك والكل يذوب تاع
تعطينا كريب امبيكابل، ريحة فيوحة بنينة تشره كريب مشخشخة بالفخوماج والتجبد والفتت الكل كهوي زينة من الكسيكس والمقارن والتصنيف والكل. سيدي رمضان بخيس قريب يوفا طورت الهيو في حلو العيد. هو صحيح الشيوات تتبدلوا، اما بوغا وصافية ما نبدلهمش. اليوم على الكريب متاعي اخترت بوغا ليم، وللشقان الفطر وباش نروي روحي اخترت الصافية باللار. انا ننصحكم توليو تاخذوا كين البلار، علاش؟ ايكو فرندلي، نحافظوا على البيئة، والبلاستيك الحقيقة يتلموا برشا 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 ما عندناش وين نحطوه. هذية تعاود ترجعها يعطيك دبوزة ماء أخرى، وإلا تنجم تاخذ صندوق وتحطه في دار. توا شنو قعد باش نقول لكم؟ شهية طيبة، شهية بنينة، كيفكم؟ تلقوني غدوة في نفس التوقيت الأربعة متاع العشية على نسمة جديدة. بوسكم برشا، شهية طيبة، بيزو، تشاو. البريك أهوا والشربة أهوا، الحوت أهوا، كيف تاجي أهوا، الحلو أهوا، والزيت أهوا، هذا مطلوب أهوا.